شهاب وحسن وأمينة وموناليزا هم مجموعة من شباب الجامعة فكروا في مبادرة لتقديم الشخصيات الناجحة مباشرة إلى الطلاب في سلسلة من الندوات التفاعلية عن القدوة في كل المجالات من وجهة نظر جيل الشباب والذين يمثلون أمل ومستقبل هذه الأمة العظيمة. بنرحب بكل هذه الأفكار المبدعة والخلاقة لأبنائنا في الجامعة، وإحنا أطلقنا مبادرة للطلاب وسواء من داخل جامعة القاهرة أو بالاشتراك مع زملائهم من خارج جامعة القاهرة من الجامعات المصرية حكومية وخاصة. أنا بنرحب في الحقيقة كرئيس جامعة بنشاطكم ده، لأنه بينقل النشاط الثقافي في جامعة القاهرة إلى مربع بالغ الأهمية وهو التفاعل مع الطلاب. قصص نجاح كثيرة لشخصيات مصرية متميزة على كافة الأصعدة اخترتها هذه المجموعة الواعدة من الشباب ليحكوا لهم عن تجربتهم وقصص نجاحهم وكيف أنهم وصلوا لما هم عليه الآن من مكانة ومركز مرموق في المجتمع المصري، حيث يتم عمل استبيان على الشخصيات التي يرغب شباب الجامعات التحاور أو التفاعل معها. أحييكم، بحيي هذا النشاط، بأؤيده، بأقف معه كشخص وأيضا بصفتي كرئيس لجامعة القاهرة، جامعة الشعب، جامعة الشباب، جامعتكم أنتم، فأنتم مستقبل هذه الجامعة ومستقبل مصر ومستقبل هذا الوطن. المبادرة التي تحمل اسم How to be لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل من المقرر لها أن تنطلق أيضا إلى العديد من الجامعات الخاصة والتجمعات الشبابية المستهدفة من هذه الحملة. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنواصل لقائنا معاكم. ومصر جميلة، مصر جميلة وأجمل ما فيها شبابها، شبابها اللي بيفكر بيبتكر بيحاول دايما ان هو يغير للأحسن ويغير للأفضل ويكون عنصر إيجابي في المجتمع، وده مش مجرد كلام. حقيقة لما قدمت الفقرة واحنا بنروع عن فقراتنا النهاردة وقلت ان احنا هنقدم نموذج لمبادرة او يعني تجربة خاصة باكتشاف قصص النجاح وتقديمها للمجتمع، كنت متخيلة ان انا هلاقي اثنين كبار، شخصيات يعني متقدمة في العمر عندها خبرة، لكن سعدت جدا انا وحاتم لما لقينا شابتين فتاتين جميلتين يعني في بداية الحياة العملية، خريجين جامعة، واضح جدا ان هم خريجين يعني جداد ليهم تجربة في هذا الموضوع وليهم مشاركة في المجتمع وبيقدموا القصص الناجحة عشان تكون طاقة إيجابية للشباب. انا مش هتكلم اكتر من كده لاني عايزة اسمع منهم اكتر. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة. برحب بالاستاذة منى مختار، اهلا بيكي يا منى منورانا، وكمان الاستاذة امنية امينة صبري، اهلا بيكي امينة منورانا. هما الاثنين من مؤسسي يعني فريق How to be successful أو إزاي تكون ناجح أو كيف تصبح صاحب قصة نجاح، صح كده؟ صح كده، تمام. طيب بداية خلينا نتكلم، نبتدي بمنى، عايز أعرف الفكرة جت منين وكلميني على الفريق شوية. هو الفكرة إن إحنا لقينا إن في شباب كتير قوي بيفتقدوا إن هو نموذج القدوة، يعني اسأل أي حد دلوقتي إيه هو قدوتك؟ هيقول لك يعني حد كان موجود زمان مثلا. صحيح. مثلاً كده فدلوقتي الناس اللي موجوده دلوقتي فمفيش حد عارفهم قوي، يعني مفيش حد عارف مين القدوه في الناس اللي موجوده دلوقتي،
فهو الفكره ان احنا بقى نجيب الشخصيات القدوه دي ونقدمها للشباب على ارض الواقع. طيب يعني اعتقد ان اي حاجه لازم يتحط لها معايير ولازم نختار على اساسها، عشان انا اقول مثلا ان منى او امينه دول شخصيه قدوه وداكحه وينفع ان انا اديهم مثلا للشباب، لازم تتوفر فيهم واحد اتنين تلاته، ايه بقى؟ هو المعايير واللي احنا حطيناها ان هو فعلا يكون شخص كان طموح، ما كانش مش لازم اللي هو يكون لقى اسرته ومرتبه له كل حاجه، بالعكس اللي هو لما يكون فعلا اجتهد وكان عنده طموح بالظبط كده، ده بيدي حافز للشباب. صحيح. اكتر. صحيح. بيعرف الشباب ان هو لا انت مش هتتولد او مش هتيجي الدنيا، هتلاقي كل حاجه متبسطه لك، هتجتهد هتلاقي العمل ده وهتلاقي فيه مقابل ليه. دي كانت اهم المعايير اللي احنا بنحطها عشان الشباب دلوقتي عايز كل حاجه بسهوله. لا وبعدين انا بحييكم لسبب كمان يا امينه في الموضوع ده، كتير جدا من الشباب اللي بنلتقي بيهم يا حاتم يقول لك ايه، لا اصل انا لو ما عنديش واسطه مش هقدر اعمل كده. حاجه اصل انا لو ماليش ظهر في الحته الفلانيه مش هعمل حاجه، وبيبقى ده السبب او الشماعه اللي مخليه اللي مخليه اعتقاده ده، يعني اقصد ان الاعتقاد ده هو السبب، او بيقنع نفسه بيه او بيحط ده على شماعه ان ايه انا ما عنديش. لا على فكره ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي، اسعى واعمل اللي عليك وعمر ربنا ما بيضيع تعب حد. فانا بحييكم فعلا على ان انتوا حطيتوا دوت في اعتباركم عشان يكون قدوه بالنسبه للشباب. بالظبط كده. ويمكن النموذج اللي كان معانا سياده المحافظ مجدي فؤاد حجازي محافظ الاقصر محافظ اسوان اسفه، لما كان معانا في الندوه وقال ان انا اتقدمت في مكان قبل كده واترفضت واتقدمت واترفضت، فمعنى كده لا بس عادي يعني. بالظبط كده. وقدر يوصل لمكانه كويس. ما هي ما بتجيش مره واحده، ما لازم الواحد يتعب عشان يوصل. بالظبط كده. او في كذا حد نجح برده لما اتكلم معانا ان هو وصل كده يعني بنفسه مش محتاج حد. طب خلونا نرجع سنه لورا بس عشان الناس تبقى فاهمه. انتوا بتعملوا ندوات في الجامعات والكليات بشكل عام. بالظبط كده. وبتجيبوا الشخصيه الناجحه. أيوة. بتقدموها للشباب وبتبقى عباره عن ندوه بيسالوها وهم بيردوا عليها. أيوة. فاهم صح كده؟ لا صح. هو انا بس هشرح لحضرتك، هي الفكره هي هاو تو بي ا سكسس ستوري، ازاي بتكون قصه نجاح. احنا بنجيب الشخصيه الناجحه فعلا كل شهر في جامعه مختلفه، بداناها بجامعه القاهره، بنجيب الشخصيه دي هو بيتكلم بيدي نبذه صغيره عن حياته الاول وبيعرف الشباب بنفسه وازاي وصل للمكانه دي وبيحفزهم على العمل، وبعد كده بتبقى في حلقه نقاش بقى ما بينه وما بين الشباب لو هم حابين يسالوه عن اي سؤال. استضفتوا مين؟ احنا استضفنا طبعا رجل الاعمال احمد بوهشيمة في اول ندوه كانت موجوده معانا في جامعه القاهره، ودكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضه. طبعا. طبعا. انا اتحيز دكتور اشرف صبحي طبعا. لا طبعا. هو شخصيه ناجحه وشخصيه جميله جدا. في طبعا في محافظه اسوان استضفنا المحافظ ودكتور محمد بدر، وكان ممثل وكان ايضا الاستاذ ابو الحسن الشاذلي ده ممثل عن وزاره الشباب والرياضه. في محافظه اسوان اللواء طبعا مجدي حجازي. جميل جدا. انتوا يعني خريجين جداد مش كده؟ انا لسه في سنه رابعه. هي لسه كمان ما اتخرجتيش. جميل يا منى. منى في سنه رابعه وامينه ليسانس اداب، اعتقد خريجه جديده برضه. لا 2012. مشاركتكم عشان جديده برضه انا من سنه 3 4 بعدنا بحاجه بسيطه ما علينا. طيب المشاركه في الموضوع دوت، يعني مشاركه الشباب ازاي جات لكم فكره ان لا انا عايزه اعرف ازاي الشباب بيفكر النهارده بعد ما بيتخرج في الجامعه انه يكون عنصر ايجابي في المجتمع؟ بتقدموا نماذج ناجحه وحققت ده، فانتوا كشباب في مقتبل حياتكم انتوا كمان ليكوا دور ايجابي في الموضوع ده، عايزين تبقوا انتوا كمان قدوه لشباب تاني بيتخرج وبيقعد ومش عايز يشارك في اي حاجه وشايف الدنيا مش لطيفه، في مشاكل وفي سلبيات، لكن كمان في خطوات انتوا اخدتوها، عملتوا ايه؟ هو احنا هو الافضل حاجه ان الواحد يشارك في اتخذتوها ازاي؟ عرفتوها ازاي؟ هو احنا كلنا مجموعه شباب مع بعضنا اتفقنا ان احنا نعمل حاجه نفيد بيها الشباب في المجتمع وكده، يعني احنا من حقوق ودار علوم وتجاره وكمان مع جامعات مختلفه فكده. هي فكره عبقريه على فكره وجميله جدا وممكن تبان سهله وبسيطه لكنها صعبه جدا ومحتاجه شغل كتير جدا جدا. الوصول للشخصيات دي بيبقى صعب جدا، وفي ناس بتعتقد بقى اللي هو لا طب ممكن حد يكون ممولهم او حاجه، لا احنا لسه مش معانا الحاجات دي، لا احنا بنسعى فعلا وده بيدي امل فعلا للشباب. لا اعمل يعني احنا الحمد لله دلوقتي بعد الشباب بيشوفوه وانتوا وصلتوا ازاي، لا انتوا برافو عليكم، دي بتبقى شهاده لينا. في اقبال من الشباب على الندوات دي؟
بيبقى فيه لما يعني بيلاقي القاعه مليانه ناس قاعده وعايزه تتكلم وتسال الحمد لله كانت في جامعه القاهره كان في اقبال كبير جدا الحمد لله كان في اسئله كتير جدا بالظبط كده طبيعه الحوار لان برضو خلينا اقول ان ساعات الشباب بيبقى متحمس زياده بيبقى يعني عايز يكون ليه وجهة نظر في الأحداث اللي بتحصل فده ساعات بيعمل يعني نوع من الحدة في الحوار وده حقيقي يعني على أرض الواقع أكيد أنتم ممكن تكونوا لمستوها كلموني عن طبيعة إدارة الحوار كمان في الموضوع ده لأن أنا يعني مريت بحاجات كده وشفت قد إيه الشباب من كتر انفعاله ومن كتر حماسه ممكن يبقى محتاج نوعية معينة من امتصاص الانفعال ده او الحدة دي وادارة الحوار بشكل معين واحنا عشان نبعد عن الحدة دي احنا كيان بعيد كل البعد عن السياسة او عن اي حاجة تانية ممكن تسبب الحدة دي في الحوار لا احنا النموذج بتاعنا هو بيحكي قصة نجاحه فانت بتتعلم منه فمتهيألي مش هيكون في حدة خالص لا انت بتتعلم انت وصلت ازاي كده او انا ازاي اقدر اكون زيك طب انت عملت ايه طب لو قابلتني حاجة اتصرف ازاي فالحوار بيدور في الجزئية دي مش بتطرق لأي حاجة تانية وده اللي احنا بنتكلم فيه دايما لما بنكون مع الشباب لا احنا مش سياسة خالص احنا بنقدم نموذج للنجاح تتعلم منه وتستفيد منه في أي مجال ممكن يبقى رياضي فني سياسي لا انا بكلمك عن نموذج حياته بالظبط كده طيب انا عارف ان انتوا عندكم يوم 5 مايو في جامعة عين شمس جامعة ندوة عين شمس ان شاء الله هتقدموا مين ان شاء الله لا هي دي احنا لسه ما فيش كونفيرم من الشخصيات فجأة لا احنا عايزين سبت بقى احنا عايزين سبت في برنامجنا كده عملتوا الاتصالات ولا لسه احنا عملنا الاتصالات اخدتوا كونفيرم ان هو يكون موجود ولا لا هو لسه التاكيد ان شاء الله قريب جدا طيب شخصيه فنيه ولا رياضيه ولا اعلاميه ولا سياسيه في من ضمنهم شخصيه رياضيه باذن الله شخصيه رياضيه ان شاء الله طيب احنا مش عايزين طبعا يعني نتقل عليكم في ان احنا نعرف مين الشخصيه بس اكيد يعني انتوا هتختاروا شخصيه ناجحه تكون نموذج للنجاح ان شاء الله وكمان محبوبه انا ممكن كده يعني اخمن شويه بس اقول لكم بعد الهوا ان شاء الله طب انتوا بقى كمجموعه من الشباب بدأتوا انتوا تاخدوا خطوه رسمين بكره ازاي حابين تعملوا ايه من خلال الفكره دي من خلال وجودكم اعدادكم بتزيد هو فعلا بعد اول ندوه لينا لقينا في ناس حابه تنضم لينا كتير قوي وفتحنا فعلا باب الانضمام وبدانا ان احنا نشوف الابلكيشن بتاعتهم نتكلم معاهم ونشوف مين فعلا يكون موجود معانا في فريق هاو تو بي ولا لا خطوتنا كل مره حابين نقدم حاجه جديده يعني اول ندوه قدمنا فيها فيلم تسجيلي لينا واغنيه جديده كانت حاجه مختلفه عن الندوات التقليديه مين اللي عملها بقى الحاجات دي انتوا برضو ولا استعنتوا لا احنا اللي عملناها فعلا الفيلم ولكن هو مولتها جهه معينه الفيلم الاغنيه كانت من كلمات منى و لا 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 موضوع كبير بقى بالظبط كده مين اللي غنى منى برضو ولا احنا برضو في شخصيه هو برضو مش حابب يذكر اسمه هو اللي عمل لنا الاغنيه بتاعتنا تمام. ان شاء الله باذن الله الندوه الجايه هيكون فيها مفاجات مختلفه برضو يا رب تعجب الشباب ان شاء الله باذن الله منى اخر سؤال انا عارف انا مش عايز اتقل عليكم تشوفك شكلك مكسوف خالص كده عادي احنا بنهرج وبنتكلم يعني عايز اسالك يعني انت سمعتي النصايح وسمعتي في الندوه الاسئله وكانت الاجابات من الناحيه الثانيه عايز اخد منها نصايح من يعني فلتري لي كده الكلام اللي اتقال ايه اهم حاجه نقولها للشباب نصايح ان ازاي دي بقت سكسسفل ستوري مثلا ازاي ايه التجارب اللي مروا بيها قدمتها لشخصيات ناجحه للشباب يعني لو شاب قاعد دلوقتي تنصحيه بايه عشان يكون إيه؟ صاحب قصه نجاح بان هو يسعى يعني ما يحطش في دماغه موضوع الواسطه وموضوع ان انا لازم يبقى في حد ورايا عشان اوصل لا في ناس كتير قوي وصلت من غير الموضوع ده وانه فعلا لازم يعني يصدق نفسه يصدق حلمه الاول ما يبقاش مثلا بيحلم بحاجه هو مش قدها يعني يحلم يخطط فعلا لمستقبله ويخطط كويس قوي ان هو يقدر يوصل يستغل اقل فرصه ان هو يقدر يوصل يعني اي شاب دلوقتي نفسه مثلا في وظيفه كويسه وكده بس لا يعني بيبقى عايز اول ما يشتغل يبقى قاعد على مكتبه ومستريح وكل حاجه ايوه فهو لا يبتدي من الصفر يعني ناس كتير قوي ابتدت من الصفر فهو من الصفر فهو بقى يامن بالنقطه دي كويس صحيح يعني ان الانسان يامن بنفسه الانسان يحب اللي بيشتغله لغايه ما يشتغل اللي بيحبه وربنا زي ما بقول دايما ما بيضيعش تعب حد ولكن خلي عندك يقين ان انت تستحق مكانه معينه ومكانه افضل هتقدر ان انت توصل لها باذن الله انا بشكركم جدا منى وامينه نورتونا اتمنى لكم انتوا كمان ربنا يوفقكم وتحققوا قصص نجاح في حياتكم باذن الله وان شاء الله تكون يعني نماذج لشباب كتير باذن الله نورتونا النهارده ميرسي جدا شكرا ليك نماذج مشرفه جدا نماذج حلوه مصر مليانه نماذج حلوه ونماذج مشرفه شباب وبنات يعني وسيدات ورجال مصر ولاده دايما
ومصر شعبها دايما هو مصدر الالهام والطاقه لشعوب كتيره وايجابياتها كتير. اكتر من سلبياتها معلش بأكيد. عشان الاعلام اللي عمال يجري على السلبيات والناس اللي ما راهاش غير الطاقه السلبيه لا حتى لو عندنا انا هرجع واقول لك تاني يا حاتم حتى لو عندنا سلبيات عندنا القدره على الحلول بس نشتغل ونعمل اللي علينا ونحاول ان احنا نبذل مجهود هنبقى باذن الله ان شاء الله احسن ناس في الدنيا باذن الله ناخد فاصل ونرجع نكمل لقائنا مع حضراتكم مصر جميله.